كاميرا الأخبار حصلت على اللقاء مع المخرج فؤاد الشربيني واتكلم عن المهرجان القومي للسينما. مشاركتي أنا مشارك بفيلم الماضي. فيلم الماضي بيناقش قضية ما اتكلمتش ناس كتير عليها، وهي المشاكل النفسية اللي بتقابل بعض الناس في حياتها لحاجات هم مش ما لهمش يد فيها. بمعنى ايه يعني؟ هو الفيلم بيبتدي ان هو في ولد بيلعب جيتار كده وشاب صغنن وبتاع، وكل ما يجي يعمل الموضوع الموهبة بتاعته دي والده دايما يفضل يقول له لا وده وحش وده بتاع ويتخانق معاه. ولكن في اخر الفيلم بيتضح ان والده بيتخانق معاه عشان والده عنده مشاكل في الشغل ومش عارف يصرف على الولد منين. فهي المشكلة مش ان الولد وحش، لا ده مشكلة ان الظروف مش. وبعد كده الولد دخل في علاقة عاطفية، البنت رفضته برضو، اتعقد من الموضوع. كان بيحاول ينقذ واحد صاحبه لقاه اتوفى. كل الحاجات دي في الاخر بتظهر لنا ان هو مش هو ملوش يد في الموضوع ده. الولد اللي توفى ده توفى قبل ما هو يوصل له اصلا. هو فيلم انساني وعايز يعني اوصل للجمهور ان هو لا، على فكرة انت مش كل حاجة بتعملها انت ممكن تبقى لك يد فيها، او ان انت بتبقى وحش او لا، ساعات بتبقى الظروف مش سامحة. بس هو ده مشاركتي دي، المشاركة للسنة التانية. انا شاركت في المهرجان اللي هي اخر دورة، اللي هي اعتقد كان سنتين تقريبا، كان فيلم الظل، كان بيناقش مشكلة التحرش. ملخصه يعني ان هو واحد بيعاكس بنت وبتاع، في الاخر اكتشف ان هي اخته يعني من كتر ما هو مش مركز في الموضوع.